الجنة وحور وحور انت باريك وبرحمة اللي بتخذك بثواني محد سوى ربي ذا اليوم يعطيك ولا ترى ولا ترى المخلوق يا ناس يا ناس يما عبد الله رجال لا تخافين عليه. أول مرة ينام برا البيت، وين راح؟ قلبي ما هو مطمن. يمكن اللي قاله عمل وتأخر في الطريق ونام هناك. لا ما هو عمل، لا ما هو عمل ولا هو نوم. ما رجع عبد الله يما؟ لا يما، روح نام يا ولدي روح نام. أنا بنتظر عبد الله. اسمع الكلام يا طلال وروح نام، عبد الله يمكن يتأخر. بدني طلال بينام من الجوع. لا تكبري الأمر يما، ترى بسيط وهين. أنت طمنيني ولا تطمنين نفسك، أنا قلبي ما يخاف إلا لما يكون صار شيء. وش بيصير يعني؟ ما يصير إلا المقدر والمكتوب. اللهم الاعتراض على حكمك. ارتاحي يما. ما أقدر ما أقدر، هذا عبد الله حبة العين. روحي نامي يما، روحي يا ليتني المفتاح ويعطيني القدر، قدرت ان وافتح بيدي الباب السعيد واعطي لاحبابي والكل مخلوق وبشر حب وايمان وسعاده ما يريد. يا ليتني نجمه تسامر من سهر في ظلمه الليل اللي بداخله حزن شديد.
يا ليتني صبر وداوي من صبر، واجعل من ايامه سعاده ويوم عيد. يا ليتني ويا ليتني كنت الزهر، وافرش دروب للمحبه من جديد. يا ليتني كنت الغنى وامحي الفقر، وامحي الشرور وكل طاغيه وعنيد. موسم الحجاج ابتدى، وهذا موسمنا. نبي نجمع الأموال والخيل والبعارين اللي نلقاها في الطريق. لكن اسمعوا، من الحين أقولكم، اللي معه رجال يرجع بيته، واللي يخون ويجوبن أذبح. وإذا طلعونا جنود ابن سعود وش نسوي؟ حنا وراها الضلع، نكشفهم وهم ما يكشفونا، نقدر عليهم ولا يقدرون علينا. ومتى نبدأ؟ أول ما يعلمون رجالنا اللي يرصدون لنا الطريق نبدأ. جاهزين؟ جاهزين. ومستعدين للموت؟ مستعدين. زين. يا عم رعد، يا عم رعد وراك قافلة حجاج، صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة. جاكم السعد يا رجال رعد، لا تخلوا منهم أحد. من ننتظر الليل يا رعد؟ لا، حنا نذبح بالليل وبالنهار، ما يهمنا، حتى هدومهم جيبوها. يلا بينا. على أمرك، يلا يا رجال، يلا. إيش هالمصيبة اللي جبتيها لنا؟ يعني أنت متأكدة أنه ما هو ميت؟ لا يما، ما هو بميت، أنا شفته هو يطيح من شدة الحر. بعدين يما ناظره يتنفس. يعني ما هو ميت؟ لا يما. إيش شابه يمنا؟ المسكين تلاقيه يبي شيء منا؟ مدري، ما قصدنا إلا يبي شيء. وش هو مدري؟ وحنا إيش بلانا حتى نجيبه يموت عندنا؟ لا يما، إن شاء الله هو بخير. بعدين يما، لزوم ما نتركه يموت، هذا بني آدم. قلبك الرهيف هو اللي ضيع مستقبلك. قلبي الرهيف؟ الله يسامحك يما. خلني ساكتة أزين يما. اللي مثلك يا نورة عيالها كبروا. ما هو قلبي رهيف يما، لكن سمعت لأنا بنته هي اللي تخلي الناس يبعدوا عنا. وش تقولي؟ أنا ما كنت أدري ليش الناس يتجنبونا، حتى أهلنا ما يزورونا بهالسبب. كلامك غريب يا نورة. لا غريب ولا شيء يما، لكن حنا نجهل وش السالفة. أنا وإنتي ما ندري عن شغل أبوي. إيش يشتغل أبوك؟ إيش يشتغل؟ علميني يما. أنا أخجل أقولها، أخجل، استحي من روحي. لا تستحي يا نورة، أنا أمك، أنا زوجته. حكي يا نورة. يما أبوي بقدر أقول رحمتك يا رب. قولي يا نورة، وش عرفتي عن أبوك؟ أبوي قاطع طريق
يذبح خلق الله ويبوقه. أبوك؟ إيه يمه، أبوي. أنت إيش دراكي؟ سمعته هو يتكلم مع ربع اللي جو يسألون عنه، سمعتهم هم ما يدرون بي. معقولة؟ معقولة يا رعد؟ أنت ذبح الناس يا حسافة يا رعد، تصير مجرم. وش أقول؟ أنا وش أقول؟ المجموعة الأولى روحوا حاصروا المكان ولا تتحركون منه لين نصلكم. يلا المجموعة الثانية استعدوا على طول. وش فيه يا خال؟ قطعين الطرق في الضلع الشمالي، والظاهر انهم رعد وربعه. رعد؟ رعد اللي قتل ابوي؟ اظن والله العالم. وش اللي خلاك تظن يا خال؟ هو بالمنطقة هذه والطريقة هذه تكررت عدة مرات. تكفى تكفى يا خال، خذني معك. اسمك مهم مع المجموعة، وشلون تبيني اخذك؟ يا خال يا خال، هذا قتل ابوي، ابي انتقم منه. المسألة يا فيصل مهيب شخصية، هذه مسألة تهم الوطن، وهذا عدو للوطن والدين. تكفى يا خال، قلبي يشتعل نار. على هونك يا فيصل، المسألة مهيب تصفية حسابات، هذا تطبيق لشرع الله، هذا نظام. والمجرم قتل ابوك ولا قتل اي احد بريء لابد ينال جزاه. اعتبرني جندي عادي يتمنى يجاهد في سبيل الله. تكفى يا خال. انا الرقيب سلطان، لا تقعد كل شوي تقول خالي خالي. سم، تكفى يا رقيب سلطان، أتمنى أكون مع الحملة ضد المفسدين. تكفى تكفى، وافق يا رقيب سلطان. زين زين، استعد عسكري. سم طال عمرك، التحقوا المجموعة الثانية. سم، بسم الله الرحمن الرحيم. وين أنا؟ أنت بأمان. وش السالفة؟ أنت مين؟ السالفة أنك طحت والمزارعين شالوك وجابوك هنية وحنا أسعفناك. طيب أنت مين؟ أنا نورة، بنت راعي المزرعة. مزرعة؟ إيه تذكرت، أنا كنت أدور على عمل وما أدري وش اللي صار معي. تكفين تكفين يا بنت الحلال، عطشان أبي موية الحين. لحظة، سم سلامات يا وليدي، ما تشوف شر. جزاكم الله خير وما قصرتوا، فمن له. كيف تشعر الحين؟ الحمد لله أنا بخير، جزاكم الله خير. أنت قلت تبي عمل؟ إيه أنا كنت أدور على عمل. وش رأيك شمه؟ ليه ما يشتغل يراقب المزارعين؟ مراقب؟ إيه؟ أنت لك بالزراعة؟ إيه نعم، أنا كنت أشتغل بمزرعة ابن حمد ويوم محلت ما عاد في عمل. الله يكون بالعون. زين يا وش اسمك؟ اسمي عبد الله. زين يا عبد الله، خلك معنا ورزقنا ورزقك على الله. ومتى؟ من اليوم. طيب يا خالة ارخصوا لي اروح ابلغ هالي اني اشتغلت عندكم. عندك ركوبة؟ لا. زين، خلي سالم يعطيك حصان عشان ما تتعب بالطريق. ولد من يا عبد الله؟ انا ولد ابن نواف. ابن نواف ما غيره قايد الحملة؟ اي نعم، رحمة الله عليه. ليش يا خالة، انتو تعرفون ابوي؟ ومنو ما يعرف ابوك، الكل يحكي بشجاعته واخلاقه. رحمة الله عليه ويجعل مثواه الجنة. رح يا عبد الله ولا تأخر علينا حتى سالم يعلمك عن العمل.
إن شاء الله. أقول يا عبد الله اذهب لي سالم. إن شاء الله. يا نورة خلي سالم يعطيه تمر ولبن ولحم، هذا ولد وصول وما يصير نتركها أهله يجوعون بعد موت ابن نواف، هذا من خيرة الفرسان. وخلي سالم يعطيها عقال من عقل أبوك. زين يما تامري. التهاب في الحلق؟ أنت تحتاج فيكس فيبو دروبس، يلطف ويخفف من التهاب الحلق ويعطي إحساسا بالتنفس العميق الصافي. فيكس فيبو دروبس. مشاكل اللثة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل إضافية مثل رائحة الفم الكريهة. بارادونتاكس اللثة زائد النفس والحساسية الجديد مثبت علمياً باستهداف مشاكل اللثة ليساعد على تفادي رائحة الفم الكريهة. بارادونتاكس اللثة زائد النفس والحساسية الجديد. إيش تعملوا بعد عصر الجمعة؟ جلي. أجلي أطباق الغداء. في غير الجلي؟ بس الحين الوضع اختلف مع فيري بلاتينوم بلاس 3-in-1 اللي يرطب يفكك ويزيل الدهون دون الحاجة للشطف المسبق. طيب والحين؟ الحين نسولف. فيري يزيل الدهون المطهوة بالفرن من أول غسلة. فيري المفضلة التمثيل فكرت تعادي خسرتك أكيد لأن هذا باع البيت كله قدام قوة صوتي ما بيفيد. خشمك مسدود ومسبب لك مشاكل؟ فيكس انهيلر راحة سريعة من سداد الأنف في أي وقت وأي مكان. فيكس انهيلر. انطلاقة رهيبة من الزاوية، إبداع رائع. إذا ما سقط اليمين فليسقط إلى الشمال. تقلب خلفية بانطلاقة رائعة جدا، مسك الذراعين من الخلف وانطلاقة. المصارعة الحرة الثلاثاء 11 مساء على قناة ذكريات. ذكريات وأهداف، حماس وشغف، مباريات عشنا فيها لحظات مشوقة. وجري إيش حمدان وفرد الجول إيش حمدان وجري الجول حطه في الجول وجول وبعيد شوت في المرمى جول. رحلة مثيرة في عالم الكرة السعودية. داخل منطقة داخل مرمى في الأرض الجول وفي الجول. ذكريات كروية الجمعة 1 مساء على قناة ذكريات. جشب مسعود على مرباطة مثل الشمس، هذا هو المطر الحمر بعينه. جرعت جرعت جنود ابن سعود بيذبحونا ورجعوا ما يقدرون على صدهم. ضيع شاري بلدي تبيه بيه ممر سري ما حد يعرف بيه غيري. خلنا نهزم منه بالربع. خلك من الربع، اتركهم طعم الجشب مسعود اللي يأخونهم ونقدر نهزم. لكنهم بيذبحونهم. أنت ودك النجاة ولا الموت؟ النجاة. أنت شو المرعب؟ اتبعني. استعداد. بسم الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
ما بنعطيها الامان. رعد شتاوي ودك تضل غشيم، المهم ارواحنا. هم أشوفك متضايق يا فيصل، كأنما نجحنا بالحملة على قطعين الطرق. الحمد لله نجحنا، لكن رعد انهزم وهو أساس البلا. أنت متضايق علشانه أساس البلا ولا علشانه يقتل أبوك؟ الاثنين، هو مجرم ولازم ياخذ جزاه. المرة هذه تمكننا من معظم ربعه، والمرة الجاية ما راح تفلت مني يا رعد إن شاء الله. أنا وراك يا رعد، أنا فيصل بن طلال بن نواف، الله لا يميتني قبل ما نقبض عليك ونحطك تحت سيف السياف. فيصل اسمع الخبر اللي يفرح قلبك. وشو يا خال؟ جيشنا تمكن من أكثر المواقع في الأحساء. الأحساء انضمت لنا؟ إيه، وانسحب الترك منها. الحمد لله، ألف حمد لله يا رب. تدري يا خالي، تدري أني بديت أشعر أن الوطن بدأ يكبر ويقوى. تدري ليش؟ ليش يا فيصل؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا ينصرن الله من ينصره، وحنا يا خال نحارب النصر الدين الله سبحانه وتعالى. صحيح صحيح يا فيصل، عز الله أنك معك حق. يمه سارة طلال، يمه سارة. عبدالله هلا 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 بخوي والد امي وابوي. شلونك يا عبدالله؟ سارة سارة اختي الغالية، شلونك انتي؟ خير يا اخو، كيف عبدالله؟ عبدالله يا امه وين كنت؟ يما وين كنت؟ خوفتنا رعبتنا. خفت على يما؟ يما انت رجال البيت، انا عيوني ما شافت النوم، انا ادعي يا رب تردوه بالسلامة. وانت وين نمت يا عبدالله؟ حبيبي انا ما نمت. عجيب، وين كنت؟ السالفة طويلة يا خي، بعدين أعلمكم كل شيء. جيعان يمه؟ لا يمه، أنا من شفتكم وأنا شبعان شبعان. أجيب لك موية؟ يمه حبيبتي، أنا ماني ضميان ولا أني جوعان، والهان عليكم بالحين. تعال يمه، تعال فيك شيء يمه. ما هو أزين ما تموت من حد السيف. حد السيف
لو قبضوا عليك جنود ابن سعود كنت الحين تنتظر الموت مع ربعك. وكاد كان يحشون رقبتك حش. يحشون رقبتي؟ اي. وليه مستغرب؟ هو انت قليل ما حشيت رقاب؟ كثير كثير، لكن ما كنت افكر بحد يقبض علي ويحش رقبتي. مهما سويت بخلق الله، مهما سويت بخلق الله، لا عاد جاك الموت يا تارك الصلاة. انت ليش تخوفني؟ ها؟ وكاد في شيء براسك وناوي عليه؟ لا، انا لاني غاوي ولا ناوي على شيء، لكني ابصرك. وما تبصر نفسك؟ انا بصرت نفسي وعزمت امري بعد. وانت بيتنام يا راحت ببيتك؟ وشو؟ انت سمعتني زين؟ قم قم. شد حيلك، شد حيلك. يعني انت المراقب؟ اي نعم، انا المراقب يا طلال، والفالك ان شاء الله. الله يوفقك يا ولدي يا عبد الله. يمه تمرين شيء؟ ابيك سالم غانم. يمه ما اوصيك، الله هلا على امانه والاخلاق الزينه. اي يمه، هذا الشيء تعلمته منك ومن ابوي الله يرحمه. بارك الله فيك يمه، لا تقطعنا. ان شاء الله يمه، كل مده بجيكم، وين كنت ما اقدر على فراقكم يوم واحد. لا، العمل اهم. انت تطمن، اخوك وخالك يمرون علينا لانهم معسكرين قريب منا. خير يمه. وساره الغالي، ها، ما تمرين شيء؟ ابيك سالم يا اخوي. الله يسلمك. عمي ماجد، هلا 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 ومسهلا. هلا عبد الله. الحمد لله على سلامتك يا عمي، طولت علينا الغيبه يا عم. هلا يا عمي. هلا، من ذا؟ هذا طلال اخوي، ولد في غيابك يا عم. اي سميتوه طلال، طلال بن نواف. هلا بذكرى الغالي، هلا بابن اخوي. تسلم يا عمي. تفضل يا عم، تفضل. يا حي الله عمي ماجد والله. الحمد لله على السلامة، هلا بماجد. الله يسلمك يا ام عبد الله. يا هلا. شلونك؟ عساك بخير. الحمد لله بخير. هذه سارة، ما شاء الله كبرت. شلونك يا عمي؟ هلا يا عيون عمك. تفضل. تفضل يا عم، تفضل، حياك الله، تفضل. يا حي الله العم ماجد. عبد الله، كأني شفت حصانك جاهز السفر، كنت خارج يا عبد الله؟ لا يا عم، بعدين بعدين، أقول هذه الساعة المباركة اللي شفناك فيها. عمي ماجد، عمي ماجد. أي؟ أخوي عبد الله صار مراقب، يعني يقدر يتأخر. لا إله إلا الله، من زمان ما عرفنا الضحك. الخير جاي بعون الله، وبعد كل ليل لابد ما يطلع فجر، والفجر قريب بعون الله. إن شاء الله، عن إذنكم نحضر الغداء. أنا ما بغدا يا مشاعل، أنا مريت، الله يلعن إبليس، نسيت. خير يا عم، وش نسيت؟ التموين على الحصان، خلني أنزله وأجيكم. لا يا عم، خلي التموين على الحصان، تفضل سريح. هذا التموين لكم، جبته معي. حنا بفضل الله يا عم بخير، أنا اشتغلت وأخوي فيصل عسكري وغيرني يا عمي أحوج منه. أي زيادة الخير خير يا عم، اللي جرب الجوع ما يرضاه لأخوه المسلم، وجيراننا أحوج منه. خلي التموين يا عم وأنا وصل لهم. الله يرحم أبوك، كان كريم. ما شاء الله عليكم يا عبد الله، أنا الحين قلبي مطمئن عليكم. طلال، سمي يما. قهوة عمك، تعالي معي يا سارة. يا الله، حي الله عمي ماجد والله. حي الله عبد الله، ما شاء الله. سمي يا عمي. طلال رجال، صب قهوة. تسلم يا طلال. أقول يا عبد الله. سمي يا عم ماجد. ولدي طلال كبر ويبي يتزوج، وما ألقى أزين من سارة زوجة له. سارة؟ وراك تفاجأت، سارة كبرت مثل ما طلال ولدك يا عم، سارة بعد بنتك وتمون.
أجل أجل كم مشاورها بهالسرعة يا عم؟ وكاد قبل ما يتقدم لها أحد غيرنا. قم قم هيا تمون يا عم. سم يا عم. عاشوا النشامة. عمي ماجد ولدك اسمه طلال؟ اي يعني اسمي؟ لا على اسم أبوك الله يرحمه، وانت بعد اسمك على اسم أبوك، لأن أبوك رجال صنعة مثله يكون رجال الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. شفتي يمه؟ عمي ماجد فاجأني بطلبه. وش يطلب من أمك؟ يقول ولده ماجد كبر ويبي زوجة. هذا شيء طيب. يبي خطب. الحقيقة يمه ما أدري وش أقول. وش بلاك؟ مين يبي يخطب؟ يبي يخطب سارة لطلال؟ إيه أنا؟ نعم ويطلب رأيت. وش رأيت شبنيتي بولد عمت؟ سارة أنت موافقة ولا لا؟ قولي رأيت شبنيتي. خلص اعتبرها موافقة. إيه بس يمه إلى الحين ما قالت شيء. السكوت علامة الرضا، هذا حل العذارة. ونمك قل لعمك بل مبارك. مبروك يا سارة. الله يبارك فيك يا أخوي. يا سبحان الله أخيرا نطقت يا سارة. ألف مبروك يا أختي. أنا أشهد أن الحرف الوصفك عصاني يا سارة في كل الأفعال يا نو. عطفك وحنانك بالمحبة رعاني، والله ما مثلك أرى اليوم وأشوف. الله أكبر لو شهدت مكاني وشفت دموع العين غطت على الشوف. بالمبارك يا بنيتي. بشر يا عبد الله. بالمبارك يا عمي. الله يبارك فيك، وحنا قريب إن شاء الله نتمم الزواج إن شاء الله. قول يا عبد الله أنت متى ناوي؟ إيه يا عم إذا أراد الله كل شيء يتم. أي صح لسانك، الزواج نصيب. تدري يا عمي؟ قول يا طلال. اختي سارة محظوظة. ايه شلون عرفت؟ ابوها اسمه طلال. ايه واخوها اسمه طلال وخطيبها بعد اسمه طلال. صدقت يا الذكي صدقت. السلام عليكم. عليكم السلام. شوي شوي على المويه يا سالم، والسقي يكون وقت الغروب ما هو بالنهار وقت القيض. احنا تعودنا نسقي بالنهار. في هالوقت يا سالم المويه تتبخر من الحر، لكن وقت المغيب الارض تشرب كل المويه. ايه والله معقول. اتركوها للمغيب وافتحوا عليها الماء. الله يعطيكم العافيه. زين الله يعافيك يا سالم. اذا بغيتوا شيء انا بغرفتي ابى اجهز السمك. واخذ خطوه للامام للعنايه بصحتك. سنترم مكمل غذائي يومي متكامل مع 26 نوع من الفيتامينات والمعادن من الالف للزنك، عشان تقدر تقول كل يوم اكيد سويتها. ايش نقول للتسرب؟ لا. وللتسلخات؟ بامبرز الجديد بمستخلص الصبار، الآن مع طبقة امتصاص إضافية وكريم بمستخلص الصبار، يمنع التسرب ويحمي من التسلخات. لا تسرب، لا تسلخ. هلا بالصبار، هلا بامبرز. للدهون العنيدة والجراثيم المتراكمة
كنت أضيف المبيض لأحصل على النظافة والتعقيم رغم أني ما أحبه، لكن الحين عندي فيري بلس الجديد. فيري بلس الجديد بقوة بديلة للمبيض، يقضي على أصعب الدهون و99.9% من الجراثيم. أخيراً فيري بلس الجديد بقوة بديلة للمبيض. أعرفكم الآن بألمع طالب في كلية الآداب، أكرم محمود، كاتب قصة قصيرة من الطراز الأول. كن حذراً من الكاتبة المسرحية هالة جابر ومقالبها. لابد أن يمر بحياتك رجل ينتزع من نفسك مركب النقص هذا. سنرى من يروض الآخر وينتصر عليه. الشائعة ستنتشر كالنار في الهشيم. قد أترك البلد وأرحل، كل الناس يعرفون ذلك ما عدا الزوج المخدوع. إنه شرير ولا يتورع عن أذيته. سأقتل ذلك الوقت. الشائعة يوميا 6:30 مساء على قناة ذكريات. الإنسان لغز كبير. العقل نفسه هو موهبة الاختيار بين البدائل. هل الإنسان مخير أم مسير؟ الاختلافات في المجموعة الإنسانية اختلافات هائلة. الجلد جهاز استشعار وإحساس. هل في ذاتية للمخلوقات دي؟ كل ما الحياة ترقت ظهرت فيها الأنا. الإنسان حر مكلف مسؤول، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العلم والإيمان، السبت 11 مساء على قناة ذكريات. مناع انت صديقي، معقول تصدق ان اذبحها واسرق بعد؟ اتهموني بذبح دخيل ابوي. لا اريدك صقر يا فواز، تفهم؟ اريدك بقلب مثل الصخر. لا يا بشا، ما خليت للخير مجاني. يطلوب الفرسان فيها وحين يسمعون عنك. احنا عايشين بين ناس عقولهم اشد من السيف. لا القاتل، لا القاتل بينكم تحاكموني وبينكم يقعد بمان. صقر الصحراء ما يتعب. صقور لا تلهث يوميا 7:30 مساء على قناة ذكريات. هلا هلا نورة، عسى ما تأخرت عليك بالغدا. بالعكس انتي ما تأخرتي، وبعدين ما جاء وقت الغدا. أمي تخاف عليك من الجوع. الحمد لله يا نورة، جربنا الجوع وجربنا الشبع. الحمد لله. تقول أمي انه أبوك الله يرحمه كان قايد حملة كبيرة وانه كان غني. الغني هو الله يا نورة، وهذا حال بني آدم مثل الشجر، مرة يغنى ومرة يفقر. إيه صحيح. هو أبوك شلون مات؟ الله يرحمه اقتلوه غدر، ولا هو شجاع وما كانوا الحنشل يقدرون يواجهونه. ومين اللي اقتله؟ اقتله حنشل قاطع طريق اسمه رعد. رعد؟ إيه تسمعين عنه؟ إيه أسمع عنها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قل لي أنت تحب الجريش؟ ومن ما يحب الجريش يا نورة؟ تراني أنا اللي طبخت، ما هو بأمي، وما أبيك تضحك على طبخي. أمك طبخها طيب وأنا انتظر منك شطرب. ليش؟ لأن الطيب ما يخلف إلا اللي أطيب منه. زين بعد ما تاكل خلي الصحون، لا تغسلها، ترى أنا اللي أغسلها عنك. زين أسلم عليك.
مع السلامة يا نور. أبوي هو اللي ذبح أبوه، أنا بفقد عقلي يمه. هو اللي قال لي إنها رعد؟ إيه، بس هو ما يدري إنه أبوي. العوذ بالله من إبليس، أبوك يسوي كل هالشي وحنا ما ندري؟ حنا بهالمزرعة يمه لا نروح عند أحد ولا أحد يجينا، كل الناس تدري من هو رعد إلا حنا أهل رعد وما ندري شي. عقلي بينفجر، كلها سنين وأنا ما أدري من هو زوجي. يمه أنا قربت عنس، كل الناس يتجنبونا حتى أهلنا. وش يبي من البوق قطع الطريق؟ حنا بخير ونعمة من الله. هذا جنان، هذا شيطان. يا الله رحمتك، يا الله سترك. يمه يمه أنا غرقانة في الخزي من نفسي ومن عبد الله. من عند الباب؟ أنا فيصل. فيصل؟ أي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك سارة؟ خير يا أخوي. عسى الطيبة. خير. هلا يا فيصل. هلا يا قلب أمك. هلا هلا. وين خالك؟ خالي انتدبني وزع المعونة بالنيابة عنه. الحمد لله على السلام. هلا 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 طلال، شلونك؟ أول شي تبالك لسارة بعدين لي. خير إن شاء الله. سارة خطبها ولد عمها طلال. ما شاء الله، والله كبرتي يا أخيتي وصرتي عروس يا سارة. الله يبارك فيك يا أخوي. ومتى تم هالشي؟ من أيام جانا عمك ماجد. عمي ماجد؟ الحمد لله، هو رجع؟ أنا مشغول عليه. كان بالإحساء لأنها انضمت لابن سعود. كل الديار انضمت لابن سعود من شرقها لغربها، والحمد لله يقولون توقعوا خير كثير هالأيام. الله يعزه، اللي يعمل بالدين الله ينصره. يا رب إن شاء الله. ما قلت لي يا شيخ طلال، على إيش أبارك لك؟ أنا بروح المدرسة، سجل اسمي. صحيح؟ فتحوا مدرسة في ديرتنا؟ الحمد لله، هذا أول الخير. ما قلت لكم يمه، هم علمونا في المعسكر إن في خير كثير جاي لديرتنا ولكل البلاد. إن شاء الله يا رب. أذهب الغداء؟ تكفين يا أخيتي، تراني طايح من الجوع، وبعدين خالي وصاني توزع المعونة قبل ما تصل بيتكم. هو وزعتها يمه؟ هو أنا أقدر أخالف الأمر، هذا مو بخالي بس، هذا رئيسي. الله يحفظكم ويقويكم وينصركم على من يعاديكم. وين عبد الله؟ عبد الله ما شاء الله عليه يشتغل في مزرعة. مراقب، يشتغل مراقب. ما شاء الله، شيء طيب، الله يوفقه. وين المزرعة؟ ما أدري، يقول شمال الديرة. ما قالكم مزرعة مين؟ ما علمنا. لا يمه، في شيء؟ لا بس اشتقت له بالحيل وقلت أفكر أزوره يمه. أجل انتظر، يمكن يجي اليوم. على العموم أنا ما عندي إلا إجازة يوم واحد، فإذا ما جاء أحاول آخذ إجازة طويلة وأروح أسأل عنه. انت ما دريت؟ سارة اخوها اسمه طلال، وابوها اسمه طلال، وخطيبها بعد اسمه طلال. يمه ريت بموضوع. وش بلا اخوي فيصل؟ انا اخطأت بشي؟ لا، كان بين يدينا وكان ممكن نقبض عليه وينال جزاء الجبان، لكن انحاش. وين يبي يروح من الله؟ مصيره هيك. يمه أنا عهدت ربي إني ما أرتاح إلى أن أخلص البلاد والعباد من شر رعد اللي ذبح أبوي. يما يا فيصل، تبي تطيع شوري؟ يما أنا خدامت شورت أوامر ولا يمكن أخالفها. يا فيصل، أنا حرقت قلبي على أبوك، ما يساويها عذاب بالدنيا. من سنين كنت أظن إن رعد لو ينذبح برتاح، لكن يوم شفتك مع خالك بجيش ابن سعود تحاربون الجور والظلم والفساد تطبقون شرع الله، من يومها تغيرت. أنا ما عاد يحرق قلبي رعد وربعه وحدهم. وشو صار؟ جرح قلبي ينز
من كل ظالم قاطع طريق في كل بلادنا هنا وهناك. اللي يعمله الظالم يا ولدي ما يرضاه مسلم أبد. اللي يرعبون عباد الله من التجار والحجاج لابد ما ينالوا جزاهم. المسألة ما هي مسألة رعد واحد، في كل ديرة وفي كل طريق في رعد، لابد ما ينقطع دابرهم. زمان كنت أفكر بجرحي، اليوم أفكر بعيالي وبديرتي وبلادي وبكل المسلمين. يمه مثلك تكون الأمهات. يا ولدي ما حنا طلاب الثار، حنا طلاب عدل وأمان، وهذا ما هو واجبك أنت وحدك، هذا واجب كل المجاهدين من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها، وانت واحد من هالأمة. يمه أنا يوم أسمعك يمه أصير أكبر من أول. هذا اللي تعلمته من أبوك، وبيك مثله وزين إن قدرت. قلبي مثل مذبوح إذا سمع طريقة، واسمع بدكاته من الشك خوفي. الروح ويا العين يا زين تفداك، وهمي كتمته عنك في وسط جوفي. ليتك تجي وتشوف من بعد فرقك، ليتك تجي تاقف وليتك تشوفي. إذا النهب نسعود وحد البلاد يصير مثل الحوت ويأكلنا وحنا سمك صغير. أنت تقول هذا الكلام؟ خبرك ذيب يا رعب. وش يسوي الذيب قدام الأسود يا مرهج؟ ابن سعود ورجاله كلهم أسود وما أحد يقف قدامهم أبد، وحنا ما غير مطاريد متوازين بالكهوف والضلوع، وانطلعوا لنا نصير مثل الجرابيع، ما حلتنا غير ننهزم. حتى واحد ببيته ببيته ما عاد يأمن على حاله. في هذا الكلام انت صادق. من شهور وانا مشتاق لأهلي، مشتاق لأهلي وما اقدر اروح البيت، اخاف يجوني بالليل وياخذوني. وبعدين انت تدري وين نروح؟ قلت اللي راحوا قبلنا وما عودوا. اسمع، احنا لابدنا نغير طريقتنا. شلون؟ هم يدورون على قطعين الطرق، وقطعين الطرق كثار. ليه ما نبطل نقطع الطريق؟ وش نصير؟ نصير من رجال الليل. رجال الليل؟ ما فهمت. أفهمك يا مرهج، بدل ما نضل على الطريق ندخل المدن والقرى بالليل وننام بالنهار. هالزبدة؟ النيشن على صيد ثمين، بقالة رجال غني، مخزن مدروس بالبضاعة، وكلها بالليل ناخذ اللي نبيه والليل يستر. حرامية يعني؟ ها وحنا يوم نقطع الطريق وش نكون؟ ها نكون حرامية وحنش بعد. ايه لكن اقول يعني. لا لكن ولا يعني ولا تقول ولا تقول شيء يا مرهج. حنا حين نظل قطاعين طرق لابد ما يجي يوم ويعرفون مكاننا. ايه لكن حين نصير من رجال الليل ما احد ابد يعرف مكاننا، نسرح ونمرح على كيفنا وكل يوم ببلد. وش رايك انت؟ ها ها وهواه اللي تسطح بطنك. خلص خبل.